شغل تصوير ولا تمثيل؟ فرنسي برضه ولا ايه؟ عندي افلام وكان عندي سيناريوهات موجوده، بس عايز اعد، عايز افلوس، عايز انتاج. في مصر ما بينتجوش خالص. الفيلم اللي انا عملته الاولاني في مصر مع الاستاذ فرح عبد الخالق، انتاج مركز جوه من السينما. اوكي، كان في ميزانيه، عملنا فيلم اوكي في عدة وتقدر تتكلم باللغه السينمائيه. و بداية الفيلم ده انه وانا في ميدان التحرير، انا كنت في ميدان التحرير في الثورة عشان بذاكر مصر وبذاكر مع ناس، ده دوري، واشم دخان برضه واكل مش عارف ايه، بس بذاكر الجميع، مش رايح عشان حاجة معينة، انا رايح اذاكر الشعب بتاعي اللي انا منه، سواء من الناحية التانية او من الناحية دي او كل موضوع، عشان افهم ايه الحكاية بالظبط. في خلال ده لقيت ولد صغير طفل شاب حاطط علم مصر على وشه بشكل غير طبيعي، قاعد القعده اللي احنا شفناها في الفيلم، كل شموخ، وبيتساءل ايه اللي جاي بعد كده. طبعا انا الصوره دي بقيت قاعد اعصابي مش اعصابي ثابت، والصوره في ذهني، ولد كريم جدا اديني صوره قاعد بتصرف بقى، وصلني الرساله دي، مش عارف اعمل ايه. لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى بعت السيناريو اللي هو بدا خطوه التنفيذ، مفيش فلوس. فتره ال بدات اصور في الميدان، اصور سقوط الاخوان على اساس ان هو ولد زي ده، اولا اللي بيتكلم في الله في مصر ما بيتكلمش في الله، بيتكلم في حاجه ثانيه غير الله، لانه بيتكلم في الله، فالله هو الرفق بالحيوان. فما بالك انت بتتكلم في الله وعندك فلوس كتير جدا وفي اطفال في الشارع. هتقول الحكومه مالناش دعوه بالحكومه، انت بتتكلم في الله، الحكومه ما بتتكلمش في الله. الحكومه بتتكلم في البيزنس. الحكومه معناها بتتكلم في البيزنس، شركات وبيزنس ومسؤوليات كتيره جدا. انما انت بتتكلم في الله ومتخصص فيه ومالك جوامع كلام فارغ، ومع ذلك عندك اطفال شوارع في الشارع وبتتكلم في الله. فدي طبعا سواء مسيحيين او مسلمين، وده اللي انا عملته في الفيلم. انا هقول لحضرتك، المهم ان هو البدايه، يعني ان انا طبعا عايز طفل صغير. انا قبل كده مع الاستاذ فاروق عبد الكريم على مركز القومي للسينما عملت فيلم جون مع 11 طفل من منطقه شعبيه، وعملوا اللي عليهم، وعبقره جدا، عبقره بمعنى الكلمه، يعني الفقر مالوش علاقه بالعبقريه. فرحت لواحد صاحبي محمد ورده في شامبليون، فبقول له انا محتاج عيل صغير، بدور على عيل صغير عشان اعمل فيلم. فانا بشوف الولد ده، فالمهم الولد قعدت معاه ابنه، اتكلمت معاه، لقيت ايه بقى مش معقول، حاجه عبقري جدا. التكنيك، تكلم مديرين التصوير مش فاضيين يا استاذ، عايزين فلوس ضخمه جدا في الاونطه كله. اوكي طيب انا هصور، لانه انا قبل كده صورت باريس في الافلام اللي هي بتحتمل ان انا اصور، مش بتحتمل فريق. لما فيلم يحتمل فريق ويبقى في ناس كتير خلاص بيجي من التصوير، انا كنت قلت انا هنفذ بنفس الفيلم. واخدت شوط كبير جدا وانا بصور في ميدان سقوط الاخوان، ان انا اصور بالكاميرا بتاعتي، ففهمت الى حد ما ازاي انا اقدر اعمل بيها فيلم روائي من غير ما استعمل ولا لمبه، اللي هو اكس الاضاءه هيوجهني ازاي انا اعمل دراما على الموضوع. وبالتالي اخذت في حاجه ثانيه بالنسبه للفرق السينمائيه اللي هو الحوار. عندنا في الدراما المصريه يعني بصراحه الحوار وحش جدا وزعيق، ومزيكة الحوار بايظة خالص بصراحة في كل الأعمال. كل الأعمال ماليش دعوة بقى، هي كده، هي المسائل كلها مسألة علمية ومسألة سمع ومسألة رؤية، فالحوار جزء من المزيكة بتاعت الفيلم، فلازم يكون مهذب حتى لو أنا بتخانق، في رتم من الخناق مش كله حواديت. فإزاي أنا أعمل فيلم يكون حواره المزيكة؟
المهم انا صورت في يوم ونص يومين، تصوير يكلف حوالي 200 جنيه. بعد كده فتره المونتاج طبعا كلفت شويه فلوس، المكاتب كلها مشغوله. المهم عملت المونتاج، في مونتاج ولفيت لفه المزيكا عند السكرتير المصريين. كان معايا مزيكاتي شاطر اشتغل معايا في النجوم مع مركز القومي للسنه، بس كان مسافر. الباقيين بقى اللي بيعمل اللباتش واللي بيعمل ده واللي بيعمل ده واللي بيعمل ده، وانا عايز نوته موسيقيه على النوته المصوره. فالمهم انا ليا واحد صاحبي عمل معايا فيلم في ثانيه قبل كده، فقلت له ما فيش فلوس وهتعمل الفيلم ده لان انا مزنوق كده، من غير ما يسال. عمل الفيلم صحيح، قعد فتره طويله جدا حوالي 40 يوم على استنى المزيكا. وبالتالي هو الولد الصغير اللي عمل اللي ودانا الى المجتمع، كل قنوات المجتمع. الناس اللي استوقفوه هو كان قطع غيار زي بالظبط كده. في دول قطع غيار في العالم، في من ادمين قطع غيار في العالم، مش ضروري تشريع وبيع الاعضاء في الشكل، هو مساله رمزيه جدا، ولكن بيع الاعضاء موجود في الدول، في الدول ما بتحافظش على نفسها يعني. ده انا احب اقول على لما بسد الفيلم. لا انا طبعا زي يمكن ما الزميل قال ان الفيلم عوضنا فيما يتعلق بمساله التعريض اللي كانت يعني قال شويه. فالفيلم اعتمد طبعا على الموسيقى اساسا، والحقيقه طبعا الموسيقى معبره جدا جدا، هذه جمله واحده بس في الفيلم كله اللي قالها. صحيح، هو كان معمول لحضرتك ان هو في نقطه مصوره لانه مزيكا السينما ممتع. نعم صحيح، فالحقيقه ده مفضل. فمزيكات اللي فهمت النقطه السينمائيه هيكون نقطه موسيقيه، ويكون الحوار هو النقطه بتاعت الموسيقيه في نقطه مصوره. احنا ما بنتعاملش للاسف في مصر على ان الصوره او الفيلم السينمائي من الا الكبار بتوعنا عارفين الكلام ده. يعني الحقيقه هو اللي طبعا كبار اضاف الفيلم بشكل جدا، هو على شكل الصوره طبعا يميز الموسيقى نفسه وجود محوريه حلوه. الحقيقه طبعا قضيه المنتجات التجاره تقع يقع الاعضاء يعني البشريه، وانا الحقيقه من خلال واقعها الاساسي طبعا التجار وهذه التجاره الغير شرعيه بيعتمدوا فعلا اساسا حاليا على اطفال الشوارع وعلى اي حد يتم اساسي، ان احنا بين وقت وبين التاني نجد مثلا طفل ما في حته معينه ونطلع عواقب ونتقابل في بيت البلد. هو طبعا يعني نقلها بشكل مهذب جدا، ما وصلش للمرحله دي، مجرد هم خدوه وقفلوا الباب كلمة يعني، وده طبعا بلغ الاخراج يعني والتعامل مع السينما كصوره. فالحقيقه تحيه للنقطه تحديدا يعني هي الفيلم الحقيقه كان جدا جدا، ما وصلناش لمرحله ان نوصل لمرحله يعني تنشئ عالي، على ان الفيلم طول الفيلم احنا طبعا مشغولين الولد وقصته وجوعه وتشردته في الشوارع، على الرغم من وطنيته اللي هي بليغ جدا جدا. عمل صوره حضرتك يعني انا الجزء بتاع مدينه التحرير من هذا الولد عمل صوره على اساس ان هو يتساءل على واقعه يعني هو مشارك، لان هو مشارك بشكل عام ومشارك بريء يعني، هو طبعا لا يقصد على اطلاق حتى مشكله في عمليه المتصور، لكن هو الولد داخله روح وطنيه، روح بريئه جدا رغم الروح وفقره وحفاوه والكلام ده كله، لانه لما الولد في مدينه التحرير تفاعل مع الموقف منتهى اللب ومنتهى الشجاعه قعد في المدار ورسم على المصر. هذه الصوره الجميله جدا يعني الفيلم صورة حقيقية مش بتظهر وقتها في الأول. هو بناها على كده، يعني عين الفنان اللي لقطها، يعني مجرد صورة صغيرة أو مشهد عادي جدا لإنسان عادي ما يقدرش يقول، لكن طبعا روح الفنان هو فقط اللحظة وبدأ يعمل يعني هو زمان بيريك عمل السيناريو يعني ماشي يعني لهذه الدرجة، هو كان مشدود وتأثر بالموقف وتفاعل معاه وعمل الفيلم. اختاروا طبعا الولد، اختاروا الولد الحقيقة كان اداؤه اداء عالي جدا جدا، معرفش لو كعب فكر بهذا ولا معرفش، لكن هو اعتقد ان هو موجود اصلا،
الشيء الثاني كمان على التصوير يعني زي ما بيقولوا ابسط الصور شيء هايل جدا، ولدرجه حتى الاضاءه كانت يعني كان فيلم على طول يعني حتى المفروض يوميات ما شفناش الظهر والعصر وهكذا، لقينا يعني من بدايات الصبح البدري قوي لغايه الليل كانت نقله كانت سريعه جدا، يعني ما اعرفش هل ده كان المقصود ان حتى فترات الاضاءه العاليه في الفيلم في الجو القاتل ده كان المقصود ان هي ما تبقاش باينه، اعتقد كان شيء من يعني من الفهم الواعي قوي قوي للصوره ومفهوم الصوره والاضاءه بالتحديد. انا الحقيقه عجبتني جدا الاضاءه في الفيلم عشان من الامكانيات البسيطه جدا اللي انت اشتغلت بيها يعني. فالفيلم موضوع مهم جدا، اعتقد من الاعمال النادره جدا تعتبر تكاد تكون متكامله في كافه عناصرها، عناصرها سواء الموضوع نفسه او سواء العناصر السينمائيه الحقيقه حاجات كتير جدا. اشكرك يا دكتور. اشكرك يا دكتور. حضرتك نشكر حضرتك المخرج اثر ان هو يشترك في مهرجان سينما الطفل عن انه يبعت الفيلم مهرجان جنين عشان هو بيحب مصر. ابتدي بنفسك الاول. فكان انه يشكر على النقطه دي يعني. لا هو كان قبل ما اشترك في مهرجان القاهره كان في وعد ان انا ابعت الفيلم لجنين. فلما ابتكرت في مهرجان القاهره سينما الطفل لا انا سبت اوروبا كتير. مش معايا خالص، انا هنا انا في الفلاحين. لا يعني كان استاذ فاروق كان لسه انا كنت الفيلم كان لسه ما اتشافش، وانا يهمني انه في مصر يقول لك اه هناخد الفيلم ده في المهرجان بتاع مصر. ده بالنسبه لي انا. لانه انا بالنسبه لي المهرجانات انا ما شفت فيها وفيها كده بس بلدنا احسن. هي كانت بمشاكلها بهدلتها كلها كله جايها هنصلح انا هرجع ورا شويه للفيلم الثاني وهرجع على فيلم حضرتك الثاني يعني هتكلم مره واحده من مجال تخصصي شويه يمكن فيلم حلوان انا انا يمكن مع وجهات النظر انا دايما بحيي الشباب جدا على اي تجربه بيعملوها حتى لو كانت ضد البلد حتى لو كان هو قاصد يقول ان حلوان دي مصر ومصر دي بقت صوره سيئه وفعلا مصر بقت صوره سيئه جدا في حاجات كتير قوي فانا مش هقدر بعد ما حصل كل تمرد الشباب اللي احنا شفناه كل اللي هم عملوه كل اللي هم قالوه اجي اقول له انت قاصد تطلع اه الكلام مكتوب على الحيطان وكان مكتوب سيسي القاتل وكان في ناس بتمسحه ويرجع يتكتب تاني وكانوا بيسيبوه كان موجود فده واقع موجود حتى لو هو قصدها في الفيلم وهو يقصدها في الفيلم فعلا وانا عارف ان مشاغب شط كده انا اسف على بطل او محطوط او الاخر محطوط عن قصد ومع ذلك علينا ان احنا احترم وجهه نظره مش عايزين نمجد اي رئيس اي حد موجود اللي عايز في البلد يشتغل لان الشعب هو اللي يحمي الرئيس بتاعه وهو قاصد ده بلدنا فعلا وانا بقولها وعلى مسؤوليتي فيها اشياء سيئه جدا وحلوان هو مقصودها ويقصد بها مصر اللي بقت في اسوأ حالات موجوده رغم ان احنا بنحاول نقاوم ده وبنحاول ان احنا نقول نعيد ده فارجو ان احنا ايه حتى لو حضرتك عندك وجهه نظر عايز تقولها له انا بحترم وجهه نظرك جدا ان انت غيور على بلدك وهو كمان غيور على بلده بس هو غيور بشكل وحضرتك غيور بشكل وانا واحد من الناس بستفيد منكم انتوا الاثنين انا كراجل كاتب بكتب سينما بكتب مسلسلات بستفيد من كل واحد موجود بستفيد من الشباب بستفيد من الطلبه عندي في المعهد وبستفيد من كل حد لان وجهات النظر دي هي اللي هتشكل الوجدان الموجود الاختلاف انا مش عايز امجد الرئيس بعد كده ومش عايز امجد اي رئيس في اي مكان الا بشغله يشتغل الشعب يشيله على عينه وعلى راسنا الرئيس يشتغل العاملين في الشركه تشيله انا بحيي محمد حقيقة على الفيلم اللي عامله ورغم ان فيه مش هتكلم بقى في التكنيك ومش هتكلم في الحاجات ومش هتكلم في كذا انما لان هو انا حاسبه على الفكر نفسه الفكر اللي بيقدمه للشباب النهارده انا شفت معاه فيلم كتير قوي وعلينا ان احنا نحتضن دول ونعمل لهم ندوات وتطلع الطاقه اللي عنده وتناقشه واقول له انا مختلف معاك لان انت مطلع انه رئيس البلد بتقول كذا 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 بس ده كان موجود وكان موجود في واقع موجود وما زلنا عايشينه وما زلنا بنعاني منه كل يوم. فانا سعيد براي حضرتك وسعيد باللي هو قدمه في الفيلم ان انا فهمت هو عاوز يلم الفيلم على حسب قدري قد اكون مختلف معاه لسه بقول لهم النهارده نجيب محفوظ علمنا ده وهو رد بنفس رد الاستاذ نجيب محفوظ ان كل واحد ممكن ياخد الفيلم على حسب فكره على حسب ثقافته
ممكن ناخد الفيلم واحد على انه حلوان، واحد يبقى عايش دلوقتي في حلوان مستفيد من حلوان بالمنظر ده، فهو مستفيد من حلوان بالمنظر ده، عايز حلوان تفضل بلد عشوائيه اللي هي مصر يعني. في ناس عارفين، في ناس عارفه ان لو مصر قامت اقسم بالله ويمين اتحاسب عليه انه ما في دوله في العالم هتقف قدام كل الطاقات اللي موجوده بتاعت الشباب من مصر تحديدا ورجاله مصر وستات مصر، لانه عارفين ان عندنا طاقات كويسه. مشكله المرور دي هل تعتقد حد مننا انها ما تتحلش 24 ساعه؟ تتحل في 24 ساعه، بس في ناس بتعوق تتحل، في ناس بتعوق لو تركبت كاميرا في كل شارع هتقف بالعربيه وهتحترم القانون وهتعمل، بس في ناس مش عايزه، في ناس مش عايزه تفضل انت مغموم، وناس بتحاول تجدد وناس بتحاول تعمل وناس بتحاول تعمل كده. فانا ده بالنسبه لفيلم حلوان. بالنسبه للفيلم الثاني اللي هو فيلم قطع غيره، بدأ من ميدان التحرير، يعني من ميدان التحرير. أنا كراجل كاتب سيناريو حاجة أسأله أقول له هو الواد ده جاي منين أساساً؟ دي أسئلة ممكن المشاهد العادي يسألها، جاي منين؟ طفل من أطفال الشوارع. أنا شفت من ناس كتير وقعدت مع الوزيرة اللي كانت ماسكة قبل كده وكان في بينا خناقات بسبب أطفال الشوارع، قلت له هم عاوزين اسمها مشيرة ما أعرفش الوزيرة المشيرة مشيرة مش عارف، وندوات، وحضرت ندوة عاملينها واحتفال في أوتيل كبير جداً عاملين مائدة طعام واكل وشغلانه كبيره قوي، وعماله تتكلم عن اطفال الشوارع. قلت لها طب الندوه والاحتفالات والعشاء اللي الناس بتاكله ما تحطوه اساسا للناس في الندوه وانا قاعد، اعملوا شوف. قالت لي اصل الولاد بنجيبهم وبيهربوا. الطفل اللي انت جايبه ما اكلش ده، انا كراجل مشاهد اقول لك هو ما اكلش طول الفيلم، طب انا عايزه ايه؟ انا زعلان عشانه لحد دلوقتي عشان ما اكلش. بكلمك في حاجات نفسيه وحاجات فنيه، انا قاعد اتساءل نفسه ياكل اي منهم، طب ما اكلش ليه الولد؟ ما راحش مد ايده وسرق عشان ياكل ايه؟ ما راحش خطف عرق، ما دايما بنشوفه بيحصل وبيلهيب وبيسرق وبياخد عشان خاطر ياكل، ياكل لازم ياكل. وبعد كده اجي اقعده بعلم مصر وقاعد فرحان ان مصر في ثوره، لا الولاد دول كانوا مستخدمين فيما كان موجود في ميدان التحرير وكانوا على مسؤوليه بعض الناس، ده حقيقي. وكانوا مش موضوع الفيلم بتاعي. انا فاهم. مسألة الرفض الأولانية قدام المطعم مش مسألة أجمل خالص، ده هو رفض. حتى كمان لما مشي جنب سور المدرسة هو مساحة، ده رمز، ده رمز. لا ادي مساحة للمشاهد العادي اللي مش فاهم إنه عايز يطمن على الولد ده، لازم يبقى عايز يطمن عليه. ده الراجل ده ما كانش عايش كده من الهوا، ما ينفعش، ده أنت بادي بيه إنه عايز ياكل. أنا بادي بيه قدام مفيش ولد. الرمز اللي هو أول حاجة إن هو الطعام. لا أنا مش كاتب في تاني حاجة المدرسة مرفوض، في الجامع مرفوض، في الكنيسه مرفوض، ومع ذلك لما بلده عايزاه نزل. لا هو نزل مضطر، هو مش بلده مش عايزاه. لا اقصد بلده مش عايزه ده. بلده مش عايزه ده. يعني انا ضد هذا يعني. انا بقول لحضرتك انا كنت في زياره في احد الدول العربيه، فالناس كثيره جدا اطفال زي دول بقعد معاهم، فبيقول لك الكويت حبيبتي، انا بحب الكويت. فقلت له بتحب الكويت؟ قال عشان عملت لي وبعمل 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 وبعمل. الشباب نفس الحكايه. البلد مدياله كل الصلاحيات انه بيعمل كل المتع اللي في الدنيا. لما تيجي الواحد تقول بتحب مصر ليه؟ شاب زي ده لا لاقي ياكل او طفل او حتى الشباب اللي مش لاقي يشتغل ولا لاقي ياكل ولا لاقي يتعلم، ولو وقع في الشارع يروح عشان خاطر مستشفى، تيجي تقول له بتحب مصر تقول لك وجد اطلع انا في ندوه واقول له طلبت من عندك تحب مصر عشان دي بلدك؟ انا اسف، يقول لي بلدك على اللي جابه بلدك، لانه مش لاقي بلده ما ادتلوش حاجه. احنا كشعوب ما ادينالوش حاجه، احنا كناس مسؤولين ما ادينالوش حاجه. ده الفكر اللي احنا لازم نتعامل بيه يا جماعه النهارده. ما هو دي الرساله اللي هو المسؤولين خدوا بالكم من الناس عشان انا وهدي بقى اللي انا هتكلم فيه بقى. رساله الفيلم بقى رساله تحترم جدا 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 من خلال الطفل الصغير ده اللي هو اللي طالع، الجيل اللي طالع لنا ده، الناس اللي طالعه دي. الطفل ده بكره هيبقى صبي، بعد كده هيبقى شاب، بعد كده هيبقى راجل. هذا المجتمع ده لو ما خدناش بالنا من الناس دي، دول كل دول هيبقى قطع غيار. احنا نفسنا ممكن نبقى قطع غيار، بس مش قطع غيار ياخدوا من جسمنا عشان خلاص احنا كبرنا او الشباب كبروا او كذا او كذا او كذا، هياخدوا من حياتنا وهياخدوا من قطنا وهياخدوا من ولادنا، وعلينا ان احنا نعمل على ده. فانا بحيي الفيلم، بحييك، بحيي الموسيقى التصويريه جدا، بحيي الحاجات اللي موجوده اللي في الخلفيات. ما طلعتنيش ميدان التحرير بكل اليوم، ما شفتش شبطه، الحمد لله ما شفتش شبطه موجوده. شفت ميدان التحرير بشكل جديد خالص عكس ما كنت انا متوقع، لان عارف انت متواجد في ميدان التحرير، هتطلع يخط وهتطلع وهتطلع وهتطلع،
ده في بساطة ميدان التحرير أشهر ميدان أشهر ميدان في العالم حاليا. ميدان التحرير يتميز بحاجة مهمة جدا بالنسبة للصورة، يعني الصورة تساعد الملي لوينومير عمل الكاميرا في طول تاريخ الصورة أكتر مكان حصل فيه صور هو ميدان التحرير في الأربع سنين اللي فاتوا في العالم كله في تاريخ الصورة.